بجدد الترحيب بكل حضراتكم، لأن الفترة الأخيرة شهدت حالة من عدم الاستقرار في أسواق الذهب، ما بين ارتفاع في أسعار الذهب وانخفاض في أسعار الذهب، تفاوت الأسعار بشكل كبير، ده أثار الحقيقة حالة من القلق لدى عدد كبير من المواطنين، خصوصا المقبلين على الزواج، وعدد كبير أيضا من المواطنين اللي بيحبوا إن هم يستثمروا أموالهم في الذهب. إيه اللي هيحصل الفترة المقبلة وإمتى بنشهد استقرار في أسعار الذهب؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها من الأستاذ سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة. أهلا بحضرتك معانا على شاشة اليوم السابع. أهلا بك يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني حالة كبيرة من عدم الاستقرار بيشهدها سوق الذهب في الفترة الحالية، تفسير حضرتك إيه؟ الحالة اللي حصلت في الفترة دي نتيجة ارتفاع سعر الذهب عالميا، رقم واحد، بجانب إن إحنا شاهدنا في الأسبوعين اللي فات ارتفاع لسعر العملة في البنك من 48 ل 49، 49 30 49 في الحدود دي، وده اثر برضو بالزياده على سعر الذهب. امبارح حصل ان احنا لاول مره نرى سعر البورصه عالميا تجاوز ال 2500 دولار ووصل ل 2509، وزي ما قلنا قبل كده في لقاء كان من اسبوع تقريبا عندكم برضو، قلنا ان سعر الذهب وصل ل 2480 الاونصه، والاونصه دي اللي هي بتبقى 31 جرام و100 عيار 24، ودي وحده التداول في البورصه العالميه. معنى ذلك السعر ده لم يحدث من قبل. النهارده الاحد والشاشه بتقفل يوم السبت بالليل والجمعه بالليل في بعض البورصات، ولكن بورصه نيويورك بتبقى شغاله لغايه السبت اعتقد اخر النهار او السبت مثلا الصبح، يعني طبعا مع حساب فرق التوقيت اللي هو بيبقى الجمعه تقريبا هناك. طيب 2505 ده احنا حذرنا منه وقلنا ان بنهايه العام دوت هنوصل هنعدي ال 2500، وده حصل قبل نهايه العام باكتر من 4 شهور، وصلنا ل 2505. معناها ان ممكن يحصل تراجع ولا ارتفاع تاني. نقدر نقول حاجه، ما دام الذهب جاب سعر، سعر الانصه جابت سعر في البورصه، لازم نتاكد ان حتى لو حصل تصحيح او ضع بسيط هيحصل تاني ارتفاع تاني سعر الذهب. لم يحدث من قبل سعر 2505 للانصه ده هي اقفال، هي كانت وصلت 2509 امبارح. طبعا ده ارتفاع تبعه ارتفاع، وان كنت اقول ان في نوع من الهدوء النسبي في السوق المصري الان، فتره مصايف واقبال، خلاص فاضل على الدراسه اسابيع قليله، الاسر بتحضر لكده، وده الحمد لله ان ما حصلش ارتفاع في البورصه دي، في البورصه في وقت الموسم الشديد اللي هو بيبقى 6 و7 واول شهر 8 بيبقى فيه موسم واقبال شديد جدا. طيب ده كان نتيجه الارتفاع ده. ايه اللي حصل؟ شاهدنا امبارح وصول سعر الذهب عيار 21 اللي هو الاكثر تداولا ل 3485 جنيه تقريبا الجرام، وصل لكده و90 و95، يعني امس صباحا كان وصل سعر الذهب ل 3495، وكان الاقفال اخر اليوم 3485 تقريبا. طب الناس دلوقتي هتقول لي، طب هو انا اشتري ولا بيع؟ هقول له حاجه بسيطه خالص. انت دلوقتي لو ان انت بتفكر اشتري ولا بيع عشان استثمر، انتظر لغايه يوم الاثنين، هتظهر المؤشرات، اما يحصل تصحيح اوضاع بسيط، لا اعتقد ان تصحيح الاوضاع هيبقى كبير، تنخفض البورصه 20 30 دولار في الاونصه، في الحاله دي اقول لك يلا اشتري بسرعه، الحق بسرعه اشتري، او هيواصل الذهب ارتفاعه. توترات المنطقة طبعا اللي حاصلة في الشرق الأوسط ليها تأثير كبير، طبعا المناوشات اللي بين إسرائيل وإيران كل يوم ليها تأثير كبير جدا على ارتفاع سعر الذهب، بجانب مؤشرات البطالة اللي كانت في 2 أغسطس في الولايات المتحدة، كل دوت له تأثير على ارتفاع سعر الذهب. بالتأكيد. طيب في الوقت الحالي الاستثمار الأفضل إيه؟ يعني المشغولات الذهبية ولا الجنيه الذهب ولا السبائك؟ تعالوا نقول حاجة جميلة جدا. أول حاجة السبائك، أنت دايما لما هتشتريها
هتبقى عارف ان انت بتدفع اقل مصنعيات تقريبا. فلو اي حد مثلا عاوز يستثمر ومش عاوز يظهر بالذهب ده، انا اقول له على طول اشتري سبائك. بعض الاحيان يجي يقول لي انا عاوز اشتري ذهب يعني استثمر وفي نفس الوقت مراتي تلبسه مثلا، في الحاله دي بقول له ابحث عن المشغولات ذات المصنعيات البسيطه، وده بنلاقيه كتير جدا في الغوايش وفي الحاجات اللي بتعمل عروض في المحلات الكبيره، ان ساعات بعض المحلات بتعمل من زيرو مصنعيه للحاجات الروافد او البواقي لغايه 50 جنيه و60 جنيه، ففي الحاله دي هو بقى سعر المصنعيه زي سعر السبيكه، وهو استفاد بان هو تدين او لبست مراته الحاجه ديت. فبقول له انت حسب الناحيتين. بعض الاحيان بقى الناس عاوز يشتري ذهب، عاوز قطعه معينه مميزه او ماركه، ففي الحاله دي ما نقدرش نعمل له حاجه غير نقول له حاجه بسيطه قوي، نقول له سنه 2020 كان الذهب ب 700 جنيه ب 750 780، وبقول 2020 يعني من 4 سنين، النهارده بنتكلم في 3500 جنيه بزياده 5 اضعاف. فلو حد اشترى سنه 2020 ب 700 جنيه الجرام ودفع 50 جنيه مصنعيه في الجرام، يعني دفع 750 جنيه، النهارده بقوا 3500 جنيه. فاكيد الذهب في اي وقت شراء هو استثمار امن وناجح، ونقدر نقول ان هو في الحقبه الاخيره في العشر سنين الاخيره هو اكثر الاستثمارات القويه الرابحه. بالتاكيد. طيب في دايما سؤال بنكون حريصين ان احنا نساله الحقيقه لحضرتك، يعني المقبلين على الزواج يشتروا دلوقتي ولا ممكن الانتظار لايام قليله في الفتره المقبله؟ تعالي نقول حاجة بسيطة قوي. النهاردة الشركات عندنا في مصر بتتراوح بين 10,000 ل 100,000، من 10,000 ل 100,000 دي متوسط الشركات، سواء أسرة متوسطة أو بسيطة أو يعني المستوى المادي مقبول. طب هو ال 100,000 النهاردة هيجيبوا كام؟ مش هيجيبوا 30 جرام تقريبا، 30 جرام. لو أنت النهاردة تشتري 30 جرام وهتفرح بيهم أنت أكيد مش هتستنى ينزل 10 او 20 جنيه، هيبقى الفرق في سعر الذهب ولا 50 جنيه حتى مش اكتر من 1000 جنيه ولا حاجه. فدايما اللي مقبل على الزواج ما بينتظروش انخفاض وارتفاع الاسعار، صح؟ لان قيمه العمله ما بتجيبش كميه كبيره من الجرامات، فهو مش هياثر قوي. الناس اللي بتستثمر لا هيشتري نص كيلو كيلو، ده اكيد اللي بيحصل معاه تاثير كبير. ما بقيش في السوق عندنا من واقع خبرتي ان الشبكه بتتاجل ابدا لما الذهب ينخفض خالص، ما بيحصلش. ممكن تتاجل عشان العريس لسه ما معهوش فلوس او بيجهز نفسه، ده طبيعي، انما دي ما بتاثرش، بدليل ان احنا في اعلى الاسعار في المكان ب 4,000 و4,000 وي الناس بتيجي تاخد شبكات عادي جدا. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ سامح عبد الحكيم عضو شعبه الذهب بالغرفه التجاريه بالقاهره. شكرا ليك يا استاذ. شكرا يا فندم، اتفضل. ايضا كل الشكر موصول لحضراتكم على المتابعه، ودائما كونوا معنا على شاشه اليوم السابع. الى اللقاء.